مشايع، انا متابعتكم الهمه مصر، بحبكم جدا وبحب انس وايمان ويوسف جدا، ورمضان كريم ونعاد عليكم وعلينا بالصحه والعافيه. باي. اللي سوى هذا الحركه بيعطيه 50 ريال. ليك نسوي يلا يلا وريني كسر يلا ايه لا المفروض تسوق ذا السيارة. يوسف جاب يقول لك ايش تسوي؟ طيب اقول لكم كيف سويت الحركة؟ لا ايمان جالس على سيارات صغيرة خاصة بعد مساعدها. اللي سويته دفيت نفسي من الجدار وقمت بعدين عكسته في المقطع. رحت المطبخ اول ارضية في المطبخ زعلت اكثر بعدين دفيت نفسي زي كذا بعدين قمت بس وعكست في المقطع في الكمبيوتر. أنا سبوي يلبس باتمان لخان يجرب الحركة. أنا بس راح أجربها بعدين أقوم. شوف ايش صمم وطبع. Keep calm and love أنس مشيع. خليك هادي وحب أنس مشيع. حبيبي أنا أحبك كثير. حتعلقوا؟ أي لا تلعب الشنطة هذه عشان المدرسة تخيلوا مرة ثقيلة وكبيرة. إيمان كمان تبغى تدور شوف تدور على keep calm و love إيمان مشيع. لا لا love إيمان مشيع. love إيش؟ هات. هو كتب اسم ماما ما شاء الله. إيمان طبعت هذا تبغى تتعلقها بغرفتها. keep calm that sound. هذا بحطه هنا. ثاني مرة هذا رمضان راح نفطر برا، هذا المرة ما نسيت اجيب لعبة معايا. ترى ايش هذا؟ لا امسكيه كذا. ما في كهرباء يا هو، قربي قربي. والله سي والله. قربي. سي والله. انا سنت اجرب. ما حد بيجرب حسب الكهرباء. انت جرب. لا انا ما حجرب، انت لازم تجرب. كلهم خايفين يسحب اصبعهم. طيب جرب. حتجرب ها؟ يلا بسم الله. خايفة مرة. يلا اسحبي بقوة. قوة. قوة. هارد. مرة. ما ادري مين اظن ابوي ولا عمي كان دائما يقول اسحب اصبعي لو تسحب اصبعي يطلع صوت هذا. هذا اذان في مكة اصبري حتى ياذن في جدة ها. pull the finger. اسحب. يقول ايمان خايف. انت اسحب. يوسف جاهز عشان يرسم لي حاجة، قلت له بعطيه مرسام مميز. يقول هذا مرة كبير أكبر منك. ما تلحق؟ يلا ارسم شيء. هذا مرسام خشبي حقيقي، مو مصدق إنه يشتغل بيزعل. لوك لوك لوك، اكتب اسمك، write your name. اوكي. أنا تعال جرب اكتب. أكبر مرسام شفته في حياتك؟ أوه المرسام مرة كبير مقارنة بوجهك. أنا زمان إذا حطيتوا راسكم على الجدر كذا تمام؟ يمديكم ترفعوها صح؟ جربوا تمام؟ طيب هذه مرة سووها مرة ثانية بس خلي راسكم على الجدر تمام؟ خذ خطوة هذه المرة إلى الخلف. Take a one step to the back. هاي دحين نحاول اقومه. ما يقدر ما يقدر. ما راح يقدر. بابا شوف 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 اوه ما راح اطيح. خليني اجرب انا. حط راسك كذا واخذ خطوه الى الخلف. ما اقدر مستحيل ما اقدر. أوريكم. شو
في فدي هخليها يختفي قلمة. فرح. واحد اثنين ثلاثة. فرح القلم مشي هرد شرد. هخلي القلم يختفي جاهزة. ايش رايك بالقلم هذا حلو؟ لا 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 مو سوي ذكي. طيب القلم هذا حلو؟ No, I don't want it. Okay. I think if you write it, then good. I was gonna get it done, but you said it doesn't want it. Okay, fine, I want it. I knew it was a sign. You know what's fine? Can you give me a shot? Can I go and لما كان في المدرسة دحين وقت إجازة طبعاً بس لما كان في المدرسة. أصدقائي يهددوه يقولوا ترى إذا تسوي كذا بعمل ديسلايك في مقاطعك وبكل جميع الناس يعمل ديسلايك صح؟ وأنت نفس الشيء؟ yeah. تهديدات الجيل المرة مضحكة. إذا ما ترد علي بشيل اشتراك وبعمل ديسلايك. هذه أغنية سويناها على السريع بمناسبة رمضان إن شاء الله تعجبكم. رمضان شهر صيام رمضان شهر القرآن مزيد من العبادة زيادة الإيمان تعليم التقوى تلقي الرحمة رمضان شهر صيام رمضان شهر القرآن كل يوم أصحى للسحور كل يوم أشعر بالسرور نأكل مع بعض نصلي جماعة نطيع الرحمن بعبادات رمضان التي وقتنا ذكر يومنا تلاوة القرآن وصلاة وقتها نجلس كلنا حول طاولة حتى وقت الفطور نأكل السمور رمضان شهر الصيام رمضان شهر القرآن مزيد من العبادة زيادة الإيمان تعليم التقوى تلقي الرحمة رمضان شهر الصيام رمضان شهر القرآن صفدات الشياطين بركات المسلمين فتحت أبواب الجنة غلقت أبواب الجحيم كل يوم أصحى للسحور كل يوم أشعر بالسرور نأكل مع بعض نصلي جماعة نطيع الرحمن بعبادات رمضان التي وقتنا ذكر يومنا تلاوة القرآن وصلاة وقتها نجلس كلنا حول طاولة حتى وقت الفطور نأكل السمور رمضان شهر الصيام رمضان شهر القرآن مزيد من العبادة زيادة الإيمان تعليم التقوى تلقي رحمة رمضان شهر الصيام رمضان شهر القرآن